صباح الخير سالي، صباح الخير لجميع متابعي برنامج جوك ولجميع متابعي طقس العرب. نهار اليوم تستمر الأجواء مستقرة، ترتفع قليلا درجة الحرارة لتكون حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن الطقس يبقى بارد نسبيا في المرتفعات الجبلية لكن يكون مائل للدفء في باقي المناطق. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم: تسود أجواء مستقرة وغالبا صافية، 16 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الملموسة 15، رطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة بشكل عام. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية: إربد 13 إلى 5، عجلون 12 إلى 4، جرش 14 إلى 6، والمفرق 14 إلى 5 مع تفرق لبعض الغيوم. المنطقة الوسطى الزرقاء 14 إلى 7، البلقاء 12 إلى 5، نفس الحرارة في العاصمة عمان، مادبة 13 إلى 5، والبحر الميت 21 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 11 إلى 5، الطفيلة 12 إلى 5، الشوبك 8 إلى 2، ومعان 14 إلى 5، أما العقبة 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق أتربة مثارة 17 إلى 8، الصفوي 16 إلى 7، ورويشت 17 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمنى للجميع وإلى اللقاء.